أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. تواصلت المعارك العنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية وأفراد داعش يوم أمس على مشارف الأحياء المحاذية للمدينة القديمة في الرقة. وقالت المتحدثة باسم حملة غضب الفرات لاستعادة الرقة، قالت إن الشبكات عنيفة تدور مع داعش الذي يلجأ بشكل كبير إلى الألغام والقناصة ويرسل بين الحين والآخر السيارات المفخخة. حررت القوات الأمنية العراقية الجزء الشمالي لحي زنجيلي في الساحل الأيمن لمدينة الموصل. وقال قائد عملية قادمون يناين وعبد الأمير رشيد يرلا إن قطاعات الشرطة الاتحادية اقتحمت حي الشفاء في الساحل الأيمن من مدينة الموصل، وبذلك تم تحرير حي زنجيلي بالكامل. يستقبل مستشفى السبعين في العاصمة اليمنية صنعاء كل دقيقة مريضا واحدا على الأقل مصابا بمرض الكوليرا متسببا في وفاة 923 شخصا ومهددا حياة 124 ألف شخص. وقال مسؤولون بالأمم المتحدة إن ملايين اليمنيين معرضون للمجاعة وإن المنظمة تسابق الزمن حتى لا يصل اليمن لتلك المرحلة. مددت الرئاسة التونسية حالة الطوارئ المفروضة في البلاد لأربعة أشهر إضافية، وذلك عقب هجوم انتحاري قتل فيه 12 فردا من أفراد الأمن الرئاسي في تشرين الثاني عام 2015. وقالت الرئاسة إن القرار جاء بعد تشاور بين رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، وقرر على إثره رئيس البلاد الباجي قيد سبسي حالة التمديد. قالت وسائل إعلام أمريكية إنه تم إطلاق النار على زعيم الأغلبية الجمهورية في الكونغرس الأمريكي خلال تواجده بملعب رياضي، وأضافت أنه أصيب وخمسة أشخاص على الأقل في الواقعة التي جرت بمدينة الإسكندرية بولاية فيرجينيا الأمريكية، كما أعلنت القبض على مطلق النار فيما لم تعلن عن أي تفاصيل أخرى. أعلن البنك الدولي أنه أقر خطة بقيمة 520 مليون دولار لمساعدة أفغانستان على التصدي للمشاكل الناجمة عن التمرد الذي تقوده جماعة طالبان والانسحاب التدريجي للقوات الأمريكية من البلاد. وقال البنك في بيان إن نصف هذا المبلغ تقريبا سيخصص لدعم النازحين من جراء أعمال العنف في البلاد وإعادة أولئك الذين لجأوا إلى باكستان المجاورة إلى ديارهم. أفادت دراسة أمريكية حديثة بأن مكملات فيتامين A يمكن أن تحد من خطر إصابة الأشخاص بمرض السل لأنه يقوي الجهاز المناعي ويحارب العدوى، وأثبتت النتائج أن الأشخاص الذين يعانون من مستويات منخفضة من فيتامين A ويعيشون مع أفراد مصابين بالسل أكثر احتمالا لعشر مرات للإصابة بالمرض. أتم الموجز، شكرا للمتابعة.